اجهزتهم ضعيفة شوية، فانا هستغنى عن الشكل ده ولو انه بصراحة جميل. ممكن اقلل السب ديفيجن ليفل ده لاتنين مثلا واعمل ريندر. هياخد وقت اقل، بس في حاجة ممكن نقلل بيها الوقت على فكرة. اللاندسكيب ده بدل ما انا عامل الويت سيجمنت ب200، انا ممكن اقول له 100 في 100، وممكن اقول له كمان 50 في 50. ماشي، نجرب رندر. ايه رأيكم بقى لما نرفع ده لـ5؟ وكده يا مرحب بالناس اللي اجهزتها حتى قليلة، هنقدر نطلع لوك شكله كويس. تمام، تجربة زغنطوطة. هنروح ناخد السكيل ده ونسكيل دي بس. خمسين في المية. هجرب تاني، يا رب ما يحصلش المشكلة اللي حصلت. لا تمام، كانت مشكلة الحاجات اللي مثلا اللي عاملة شبه السنون دي، بس الدنيا هنا تمام جدا. ولو احنا حتى زودنا دي لـ6 7 كمان وجربنا نعمل رندر، الصب ليجن ديسبليسمنت هيجيب لي تفاصيل هتجيلي من السكيل. انتوا كنتوا واخدين بالكم المره اللي فاتت كانت 4 وكنا بنموت، دلوقتي 7 وتفاصيل جميله جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت وقت ريندر زي الصاروخ. وفيك جي اي الفكرة، بس كلها انا عايز ارفع التكست دي فوق شوية. وقت رندر الفريم 50 ثانية تقريبا، 51 53 54 ثانية. هاخد اللاندسكيب دي وهنزلها تحت، هنزلها تحت عشان الديسبليسمنت هو هيعلى في الحته دي. يعني لو جينا عملنا كده رندر هنا في البيكتشر فيور، بالمناسبه البيكتشر فيور نخلي بالنا رندره اسرع كتير من الفيو بورت، اسرع فعلا كتير. احنا كنا بنتكلم في 53 ثانيه تقريبا. وهوريك كمان ازاي نقلل كمان الريندر عن الشكل ده، عشان برضو ابقى اتكلمت هنا في الورك شوب دي عن حاجات كتيره في الريندرنج بالذات، عشان الناس تقدر تطلع بعد كده الشغل بطريقه اسرع. نستنى كده،
والله ده شكله هيطلع أبطأ منه. كسفني. ماشي عموما زي الفل. تمام، لو حبينا نعمل ده زي التلج هنروح ل كلر، وافتكر هنرفع الوايت بوينت بس بعد ما نخليها دي ساتوري. ممكن نروح لكالر، ممكن كالرايزر، شيلي خلي ابيض و خلي ابيض سنة، رندر تاني. طبعا هي لو جليد، لو جليد مش هتبقى كده وبس، لو جليد هيبقى فيه شغل تاني في الريفلكتانس تشانل في دي. يعني هي لو جليد هيبقى فيه هنا هيبقى فيه شغل تاني، وهيبقى فيه شغل تاني في اللومينانس. المفروض هناخد نفس التكتشر ده اهي ونحطها هنا في اللومينانس تشانل، ونخلي دي مثلا مالتي بلاي، و نسحب دي شوية كده ونعمل رندر. جميل، مش عايزين نخرج بره محاضرتنا. تمام، نرجع لمرجعنا تاني. هسيب الديسبليس ويمكن اديها 8 كمان، عندي وقت. هنا هخلي دي 10 15 كتير، وكده يبقى احنا خلصنا من التكتشر بتاع الارض. يمكن الكالر رخم شوية، فانا هقول له فلتر، اسف هقول له فلتر. تمام، وهدي ساتوريت شوية بس. بقت عاملة شبه الطين، وعلى فكرة احنا هنوصل لده، احنا عايزين اصلا نوصل لحاجة زي كده. تمام، نروح لكالر، نروح هنا، ممكن اخد الجامة دي لورا شوية، فاضل بقى حاجة واحدة اللي هتدي عمق للكلام ده كله. بصوا كده، شايفين دي لازقة في دي، وتحس انها مطبوعة
عايزين ندي هنا زي ديبس او عمق. ده يجي منين بقى؟ من هنا الديفيوجن. الديفيوجن دي لو احنا حطينا جواها امبيانت اوكلوجن، الحاجات اللي مكان البامبو ومكان الديسبليسمنت هيبقى فيه بينها وبين بعضها شادو. الشادو ده فعلا هيفرق السماء والارض في الصوره. وهقول لكم حاجه عشان نبقى مع بعض، انا هشيل دي من الهيستوري ونقارن بين دي ودي. قبل ما نقارن الاول، انا قبل ما نعمل الحركه دي انا عايز اوريكم ده هياخد وقت. مثلا دلوقتي احنا بنتكلم في 12 او طبعا داخلين في 19، تمام. استنى كده لما يخلص. كده كده هنكمل عشان نقارن. دقيقة 16، تمام. نخش هنا في الاوبشنز. فينا عندك حاجة اسمها ري ديب، ريفليكشن ديب، شادو ديب. دي كمية الريز اللي لازمة علشان سينما ينور لك السين بتاعك، او عشان يحسب لك الريفليكشنز، او عشان يحسب لك الشادوز. انا ما عنديش سين فيها حاجات زحمه كتير علشان احتاج كميه الريز دي. فالري ديبث افتكر لو 4 هيبقى كويس قوي. ريفليكشن انا ما عنديش ريفليكشنز كتير، فلو 2 هيبقى كويس جدا. شادوز هم يا دوبك 3 لايت اللي عاملين شادوز، مش محتاج كل ده عشان الشادوز، فاقول يبقى 4. تعالوا كده على دي ونعمل ريندر مرة تانية. هي كانت دقيقة 16، هنشوف هتوصل دلوقتي كام. دقيقة أو 9 ثواني، يعني احنا بنتكلم في حوالي 7 ثواني فرق. 7 ثواني لو انت بترندر 200 فريم، بتتكلم في 1400 ثانية فرق. هل ممكن نعمل اوبتمايزيشن اكتر من كده؟ ممكن، تمام. بس خلينا بقى واحنا شغالين عشان ما ممكن الري تريش هولد ده ممكن بدل 1% خليه 0.5 ونعمل ريندر تاني. شوف هيبقى كام.
هي ما افتكرش ان هو الفرق اللي هيعمل لنا مشكلة. حاجة اخيرة في الحتة دي، اقفل الديفولت لايت بس عشان ما يعملش اكسترا لايتنج، المفروض انه بيقفل اوتوماتيك بس عموما احتياطي. نيجي هنا في الديفيوجن، وهروح هنا واقول له لود، هو مديني الامبنت اوكلوجن بتاع نفس التكتشر دي، فاقوم عامل اوبن، هيقول لي برضو كده اقول بصوا هنا لان هتلاقوا هنا حصل تغيير. قفلت، وهقول له افكت كمان ليه الريفليكشن، شفتوا الشادوز ديفيوجن. تعالوا بقى نعمل ريندر ونشوف الفرق بين الصورتين. انا هشيل اللي هما 2 و3 وهسيب الاولانية عشان نقارن بين الاولانية وبين التانية. افتكر يعني اهي الفرق كبير قوي وواضح قوي اهو. تمام، في هنا بقى فيه دبث، بقى فيه عمق. تمام، فاضل لسه اللي بين التكست وبين دي، ودي هتيجي واحنا شغالين. افتكر كده الدنيا. تمام، نقفل، واضح المقارنه. نيجي بقى بعد كده لمين تاني، نيجي للتكست كده. الارضيه مفيش فيها ما عندناش فيها مشكله. لو عايزين نحط ميه ممكن نحط ميه، بس مش عايز اطول بقى عليكم. اول خامه عايز اعملها الخامه دبل كليك اكس اوتر. الخامات هنا بسيطه على فكره، مش هيبقى فيها تعقيد لانها كلها خامات جلوسي، مش خامات مش اندستريال، يعني ما فيهاش شغل كتير، وهي خامه واحده والباقي هيبقى كله زيها. فانا لو خدت دي كده كلون احمر في الديفيوجن بحب اقفلها دايما، هقول له مثلا حط لي نويز. النويز ده ممكن ناخد لوكا، ممكن نخلي دي 400 مثلا. هنشوف الدنيا تبقى شكلها عامل ازاي على التكتشر نفسها. طبعا زي ما احنا شايفين نازله مش مظبطه، فانا هروح لاكس اوتر لدي وهقول ان هي تبقى كيوبيك فتنزل بالشكل ده كده. النويز بس انا حاطه علشان مجرد يكسر بالظبط زي ما انت شايف، يكسر بس الايه الـ يكسر الكالر مش اكتر. تمام، نيجي في ريفلكتنس، شيل ده، حط اد جي جي اكس فيرنل، وهنخليه دايلكتريك. تمام، هو مش هنخليه مش عايز اخليه جلوسي قوي بالشكل ده لان هيبقى الجلوسنس في عالي، وان يكون هي شكلها ظريف. وفي الديفيوجن او انا مش في الديفيوجن بصراحة، انا عايز اجي هنا واحط امبنت اوكلوجن واقلب هنا لفيزيكال ريندر. لو حد الفيزيكال عنده تقيل خليك على الستاندرد عادي، بس روح لانتي اليسنج، وفي انتي الياس قول له بيست، والماين ليفل 1 تو 1، وممكن تخليها 2 في 2 لو 4 في 4 تقيلة خليها 2 في 2. تمام، و تعمل رندرك عادي جدا بالستاندرد رندرر. تمام، امبنت اوكلوجن. عندي هنا حاجة اسمها الماكسيموم ريلينكس، دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هو بيحسب زي شادو من اول هنا مثلا لغاية هنا. تمام، لغاية 100 سنتي، يعني بتشتغل على 100 سنتي. احنا عندنا اصلا الارتفاع ده كله على بعضه كان 13 تقريبا، فانا لو قلت له هنا الامبنت اوكلوجن ب10 او بخليك
ب15 هيبقى كويس. accuracy هنعلي الكواليتي شويه. minimum samples هنعلي السامبلز برضو شويه. contrast مش هنعليها قوي، 15 اعتبر كويسه قوي. تمام. لو جينا بعدنا وجينا عملنا ريندر، هيبقى كويس قوي. بصراحه انا مبالغ هنا قوي في الديسبليسمنت، 8 كتير، 6 هتبقى كويسه جدا. تمام، وهتبقى اسرع في الريندر. هروح لكالر تاني هنا معلش، و هدي ساتيوريتها قوي. تمام، واخد الجاما اللي جوه شويه. تمام، بالشكل ده كده. ممكن اخد التكتشر و كده شويه صغير. تمام. لو انت عندك الدنيا تقيلة استغنى، ممكن تستغنى عن displacement وتروح للنورمال. افتكر النورمال هتغنيك عن الموضوع ده، بس ارفع بقى البامب هنا شوية علشان يديلك او يحاول يعوض النقص في الديسبليس، خصوصا احنا ناخد زوايا عالية، فمش مش هيفرق معانا الديسبليس قوي. بس حبيت اوريكم نقطة الخامات دي فين بصراحة. جميل، التكتشر دي تمام. هروح هنا وكل اللي هعمله بس هروح لريفليكتنس وهديها سنه بس روفنس، بحيث تبقى بقى زي ما احنا شايفين كده الجلوسنس اللي فيها شكله ظريف. انا اوريدي بعمل رندر او عملت رندر لفريم بالاعدادات الفاينل، ورجعت الديسبليسمنت تاني، وبيني وبينكم رجعت برضو الكالر تاني. تمام، طبعا انتوا عارفين اكيد انا عملت ايه في الفلتر، رحت جاي شايله و بقت بالشكل ده. تمام، دي او 9 ثواني. مبدئيا لو انت حتى مش لو جهازك ما ساعدكش تطلع الانيميشن، طلع ولو 3 4 5 ستيل فريم وكمل الشغل عادي جدا جدا جدا، مش هيبقى فيه مشكله. في المحاضره اللي جايه هنكمل على طول بقى التكتشرنج، هنمشي في خط مستقيم. انا كده اتكلمت في اللي انا عايزه كله عشان نبدأ نمشي بريتم اسرع من كده.